كمان عايزين نفهم من حضرتك سيادة اللواء، هل حالات الغرق اللي حصلت في الفترة الأخيرة، طبعا غير مسألة عدم الجاهزية وإن ما فيش يعني مسؤولين عن الإنقاذ، هل في أسباب تانية زي ارتفاع الأمواج وغيره؟ برضو عايزين نفهم ليه زادت الحالات خلال الفترة اللي فاتت، الأيام اللي فاتت. الإجابة على السؤال ده يعني بإجراء بسيط جدا، نعمل مقارنة ما بين اللي غرقوا الفترة اللي فاتت دي وما بين اللي غرقوا في نفس التوقيت ده السنة اللي فاتت أو صيف 2019. هنلاقي إن في فرق كبير جدا، الأعداد الكبيرة اللي غرقت المرة دي مختلفة تماما عن يعني لو قلنا في خلال شهر غرق 15 أو 16 واحد في اسكندرية، الشهر ده لو عملنا مقارنة هنلاقي إن السنة بالكامل شاطئ الموت اللي حضرتك اتكلمت عليه غرق 3 بس. ودي المعلومة دي موثقة بإحصائية صادرة من مرفق أسعاف اسكندرية. شاطئ النخيل غرق عليه 3 بس، والكلام على مسؤوليتي الشخصية. ليه 3 بس؟ لأنه كان أثناءها الشاطئ يعمل بكامل طاقته، الشاطئ عليه خدمات إنقاذ. حتى شاطئ الموت كان عليه خدمات إنقاذ، رغم إن ما يقال عنه إنه شاطئ خطير، لكن أنا بطمن الناس طالما في شواطئ مفتوحة للعمل إذا في خدمات موجودة ومتوفرة فإن شاء الله السباحة تكون آمنة، ولو اتفتحت الشواطئ أنا بطمن الناس هيستمتعوا بما تبقى من صيف 2020. طيب هسأل حضرتك بقى في إطار اللي بتقوله عشان برضو تكون المعلومة واضحة للناس، هل في شواطئ حاليا مفتوحة لاستمتاع الأهالي والمواطنين ولا كل شواطئ مغلقة يا سيادة اللواء؟ اللي أقدر أقوله إن كان السيد رئيس مجلس الوزراء كان أصدر بعض القرارات منها بعض الإجراءات الاحترازية لقرى الساحل الشمالي، ومجالس إدارات تلك القرى فعلا نفذوا الإجراءات الاحترازية دي، إن هو بيستقبل ربع الطاقة الاستيعابية للشاطئ وحمامات السباحة وبتعمل وفق هذه الإجراءات، لكن الشواطئ العامة ما زالت مغلقة، الشواطئ العامة ما زالت مغلقة. لكن وهيفضل نفس الحال في العيد؟ بإذن الله يعني. طبعا طبعا احنا في قرارات سيد رئيس مجلس الوزراء الاسبوع اول امبارح تقريبا صدرت واكد على استمراريه غلق الشواطئ العامه في جميع انحاء الجمهوريه، فاحنا بننفذ تلك التعليمات. طيب سيادة اللواء، يعني أنا برضو عايزة أعرف من حضرتك ونطمن برضو كل الناس، إحنا عايزين نعرف الفترة اللي جاية بعد الحوادث اللي حصلت ونتيجة طبعا خروقات من الأهالي، إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية علشان تمنعوا مثل هذه الحوادث مرة تانية؟ هي إحنا دلوقتي بننفذ خطة محكمة، يعني سيادة المحافظ شدد على تنفيذها، وهي إحكام السيطرة على الشواطئ طبعا رغم اتساع مساحتها ومواجهتها الواسعة خاصة في شواطئ غرب اسكندرية، مناطق البيطاش والهانوفيل وابو تلات وشاطئ الصفا، المناطق دي مناطق مفتوحه بدون اسوار، شواطئ بدون اسوار، شواطئ بدون بوابات، المباني او العمارات موجوده على الشواطئ، البيبان بتفتح على الشاطئ مباشره، فاحنا الموظفين بتوع الاداره وبتوع الاحياء منتشرين بيعاوننا حملات من جهات امنيه كتير على مدار ال 24 ساعه منعا لتسلل المواطنين إلى الشواطئ دي فجرا، ويتبقى شيء واحد هو التزام ووعي المواطن علشان ما تتكررش الحوادث. طيب سيادة اللواء، برضو في إطار التزام ووعي المواطن، إحنا في العيد تحديدا بنكون يعني قلقانين مش من بس كمان الأهالي اللي موجودين في المحافظة نفسها، لكن بيكون في رحلات من بره المحافظة، هل في تنسيق مع المحافظة فيما يتعلق بالرحلات اللي بتدخل الإسكندرية في العيد؟ هل هيكون في غلق مثلا لاستقبال المواطنين؟ إيه اللي هيحصل بالظبط في الموضوع ده؟ هي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أحد الإدارات المركزية التابعة لمحافظة اسكندرية هتنفذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وخاصة إعلان حالة الطوارئ على كل شواطئ اسكندرية طالما ما زالت مغلقة، فإن شاء الله إحنا هنكون موجودين على الشواطئ لإحكام غلقها والسيطرة عليها والمنع دخول أهل اسكندرية أو ضيوف اسكندرية اللي جايين من بره، مش هنقدر نعمل إلا كده، هنستغل المنصات الإعلامية علشان نوصل الرسالة بتاعتها، كسرنا اللوحات التحذيرية على كل الشواطئ اللي بتؤكد غلق الشواطئ، وحنجور كل الشواطئ ونمنع تواجد المصطفين عليها أو موادها لحين فتح الشواطئ فتح كامل. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف باسكندرية. طبعا